طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنكمل محاضرة التتروسايكلينز. احنا خلاص عرفنا التايبس ان ذا بريفيس فيديو، وفي الفيديو اللي قبله عرفنا المود او الميكانيزم اوف اكشن. المرة دي هنعرف اليوزز، ايه هي الديزيزز او ايه الاورجانيزمز اللي بنستخدم ضدها التتروسايكلينز. طيب، عشان نعرف اليوزز، اولا عايزين نعرف ان التتروسايكلينز او برود سبيكتروم انتيباتكس بيشتغلوا على انواع كتيرة من البكتيريا زي الجرام نيجاتيف، الجرام بوزيتيف، بكتيريا اسمها كلاميديا، في ريكتسا، في الحاجات، في برضو مايكوبلازما، سبايروكيتس، واميبا. تمام، فاحنا يعني عندنا فكرة عن some of gram positive and gram negative bacteria، الستافيلوكوكاي، ستريبتوكوكاي، الحاجات دي. عايزين بقى نعرف الحاجات الجديدة، الكلاميديا، مايكوبلازما، ريكتيشا، سبايروكيتس، and اميبا. يعني مثلا نعرف كلمة أو كلمتين، يعني brief background كده in brief. عايزين نعرف background عن كل organism من دول عشان نعرف ن recall it. نستخدمه ضد organism اسمه ال tetracycline، بتستخدم ضد ال rickettsia. ال rickettsia دي يعني هي organism بيبقى بيدخل ال rats، جسم ال rats، يعني بيشتغل as a reservoir، يعني بيحتفظ بيه، وبعد كده بيبقى فيه rat flea أو حشرة. يعني من الرات بتاخد الاورجانيزم ده، وبعد كده بتيجي على السكن بتاع الانسان ويتوصل له الاورجانيزم ده، وبعد كده بيدخل في الدم بتاع الانسان. ممكن نشوف صورة دي كده، الرات فلي او الحشرة اللي بتروح من الرات ومن القوارض ومن الفئران، بتاخد الاورجانيزم خلاص وبتوصله من الفئران للانسان. اهو كده على جلد الانسان هتبتدي ايه، تبايت الانسان ده، تعده، بعد كده تنقله الاورجانيزم يوصل لدمه. ماشي، بتعمل ايه بقى؟ بتعمل الصورة دي، يعني هي دي الحشرة اللي احنا لسه قايلين عليها، بتيجي على الاسكان بتاع الانسان، بتبتدي تعمل حاجة اسمها المانتل روكي فيفر. مش مهم الاسم خالص يعني، بس المهم ان هي بتعمل ايه، فيفر، بتعلي حرارة الجسم، وبتعمل سكان ليجنز دي، وبتعمل الليجنز دي. بس ده كده عندنا باك جراوند، يعني ايه ركتس اللي بنستخدم ضدها التتراسايكل. بس هي دي كده ايه ركتس. خلينا نعرف مثلا يعني ايه كلاميديا. الكلاميديا دي اورجانيزم بنسمعها عن طريق الاس تي دي. خدنا المصطلح ده قبل كده، قلنا دي سيكشوالي ترانسميتد ديزيزز، تنتقل عن طريق السيكشوال كونتاكت. بالتالي هي كل السيمتومز بتاعتها ريليتد للجينيتاليا، سواء في المن او في الومن. يعني مثلا في الومن في vaginal discharge، تمام، وفي المن في penile discharge، في burning painful urination، في bleeding between ال menstrual cycle او ال periods، وفي هنا testicular swellings. خلاص، دي كده background. by the way، كل ال organisms اللي هنتكلم عنها لو احنا عايزين نعرف اكتر عنها، this is يعني ده مش بالنسبة لنا مش مهم قوي في ال الفارماكولوجي كوريكولم، بس لو عايزين نعرف اكتر في الديسكريبشن تحت انا سيب لينكس. طيب، دلوقتي عرفنا يعني ايه اكتيسيا، وعرفنا يعني ايه كريميديا، عايزين نعرف يعني ايه مايكوبلازما. برضه هناخد زي بريف كده باك جراوند عن المايكوبلازما. طيب، دي هي المايكوبلازما. المايكوبلازما فيها حاجة يعني اسم اورجانيزم، في حاجة يعني كاركترستيك قوي ان هم ما فيهوش سيل وول. بالتالي الانتي بايوتكس اللي خدناها قبل كده اللي بتشتغل على السيل وول اللي هي البيتا لاكتام ما تقدرش تشتغل عليه. اما محتاج حاجة تشتغل على كومبوننت فيه زي الريبوزومز، اللي هي ايه، اللي هي التتراسايكلينز. طيب، فالتتراسايكلين طبعا بتموت المايكوبلازما دي. المايكوبلازما بتعمل حاجة اسمها ايه، هي اسمها مايكوبلازما نيومونيا، بتعمل نيومونيا. تمام، فيعني برضو عايزين نشوف كده صورة للسيمتومز سهل علينا الحفظ. This is the mycoplasma. زي pneumonia, fever, cough, headache, rash. تمام، دي symptoms of mycoplasma pneumonia أو pneumonia. Rickettsia, chlamydia, mycoplasma. عايزين نعرف يعني إيه أميبا. الأميبا دي يونيسيلر أورجانيزم أو كائن يعني وحيد الخلية، بيبقى عنده حاجة اسمها سودوفيلز كده، اللي هي زي أرجل يعني بتساعده في الأتاتشمنت وإن هو يدخل جوه الخلايا. بيعمل حاجة اسمها أميبك ديزنتري،
الامابيك ديزنتري. طبعا الديزنتري دي بتبقى حاجه زي ابدومينال كرامبس، سيفير ابدومينال كرامبس، مغص شديد في المعده وفي البطن بشكل عام، وبيبقى معاها الدايريا. بس الدايريا دي بتبقى معاها ايه، بلاد، يعني بيبقى فيه بلاد، بلادي دايريا. تمام كده، الصوره بتوضح لنا ان الاميبا اللي هي فيها سودوفيلز، السودوفيلز دي بتساعدها ان هي تدخل جوه الانتستينال بول وبعد كده تأثر على الانتستين، عشان كده بيبقى عندنا ايه، بلادي دايريا وابدومينال بين. الصورة دي الهدف منها ان هي تفكرني ان الديزنتري مش مجرد دايريا، لا دي بلادي دايريا. طبعا باين من الفيشال اكسبريشنز هنا ان هي painful، it's very painful. Also we want to know ايه هي السبايروكيتس، عشان نكون كده خلاص عرفنا كل السبيكترم اللي بشتغل عليه. التتراسايكلينز، السبايروكيتس actually هي يعني مجموعة بكتيريا بقى شكلها سبايرال، خلاص and hence the name، بقى شكلها سبايرال كده حلزوني. Okay. One of the examples اللي خدناها قبل كده السبايروكيتس كانت السيفلس، كان بيعملوا حاجة اسمها تريبونيما بالدم، هي فيها أنواع كتير بس احنا ايه هنقول، يعني هنفتكر كده نيكول السيفلس علشان أخدناها قبل كده. دي صورة كنا شفناها قبل كده للتريبونيما بالدم أو السيفلس. كنا بنقول إن هو في ستيج 1 2 3، كان بيبقى سورز أولا بتبتدي أورو جينيتال سورز، وبعد كده بقى بتبقى all over the body، وكمان بيأثر على ال internal organs. كنا بنقول البنسلين بينفع ضد ال spirochetes اللي هي تروبينيما بالدم يعني. حتى كان في هيرش هيرتزهايمر رياكشن كان بيحصل لما شخص عنده سيفلس ياخد بنسلين، لأن البنسلين هيعالج السورز دي فهيبتدي يدمر البكتيريا اللي هي منتشرة في كل الجسم، فيبتدي الشخص ده إيه يحصل له زي يعني worsening للسورز اللي عنده أساسا اللي كان سببها السيفلس. كده نكون عرفنا السبيكتروم اللي بتشتغل عليه التتراسايكلينز. عايزين بقى نعرف السبيسيفيك ديزيزز، منها حاجات قلناها ومنها حاجات يعني جديدة هنعرفها. بالنسبة للدنتستري أو طب الأسنان، يعني بهتم بالتتراسايكلين في إيه؟ في حاجة اسمها periodontal disease. دلوقتي إحنا عندنا periodontal ligaments اللي هي الليجامنتس اللي لونها purple، دي بتساعد الـ attachment of التيث للايه للانيما بتاعته. في البريودنتال ديزيز ده بيبقى زي انفلاميشن في الجم، this is the gum، بيحصل انفلاميشن في الجم، بعد كده الانفلاميشن ده يسبريد لي الروتس بتاعه التيث ذات نفسه. اوكي سو ذس از ذا امبورتنس، ده اسمه periodontal ديزيز، هي مهمه في المانجمنت اوف periodontal ديزيز. مهمة كمان في علاج الأورال ألسرز. أوكي في نوعين من الأورال ألسرز عايزين نعرفهم، في نوع اسمه recurrent aphthous ulceration، ونوع اسمه اللي هو ال intraoral herpes infection. intraoral herpes infection و recurrent aphthous ulceration، these are the two types. intraoral herpes، ايه الفرق ما بينهم؟ طبعا هما الاتنين ايه، are oral ulcers. الهربس ده عبارة عن فيروس، يعني ده فيروس مش بكتيريا. والفيروس ده بيبقى فيه منه نوعين، حاجة اسمها هربس فيروس تايب 1، وده بيبقى أورال خلاص اللي هو في اللبس around the mouth أو حتى جوه الماوث. وفي نوع تاني ده بيبقى جينيتال، في الجينيتال ريجن. طبعا اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هو الهربس سيمبلكس فيروس تايب 1. كلمة herbs أصلا يعني كلمة إغريقية Greek word معناها بيكريب أو بيزحف، هو الفيروس بيزحف، هنعرف بعد كده إن هو بيبقى يعني بيزحف بيختفي جوه الأعصاب وهكذا. لكن اللي يهمني دلوقتي إيه، إن أنا بتكلم على type 1 اللي هو بيعمل intra معناها جوه، oral معناها الفم، يبقى هو بيعمل infection بالفيروس ده جوه الفم خلاص. النوع التاني ال aphthous ulceration ده بقى ايه، برضه ulceration جوه الماوث. هي كلمة aphthous ulcer معناها الحتت اللي في الماوث ال not ايه not tightly adherent to the bone، يعني مش زي الجم هنا، لا زي ال inner of the cheeks، ال inner of the lips كده. تمام، هي ليه بقى recurrent؟ هو ال cause يعني هو مش clear قوي السبب، بس يقولوا ان لو مثلا في sharp tooth كده بيعور ال inner side of the lip باستمرار، ممكن الشخص ده بي brush his teeth بطريقة خطأ، بيستخدم مثلا hard tooth brush، بي brush his teeth بطريقة غلط، ممكن ان يكون في stress recurrent stress، ممكن certain drugs
تمام، dental problem. المهم ان الشخص ده جاي لي بايه، سواء ان هو انت oral herbs او كده، هو جاي لي بالسر. طيب الالسر دي معناها ايه؟ معناها يعني ايه كلمة ألسر؟ دلوقتي الجام دي مكونة من جوه بالسيلز دي اللي هي الإبيثيليوم، خلاص في إبيثيليوم مبطن لل inner side of the mouth، وده اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل الجام. الإبيثيليوم ده لما يقع ايا كان بقى السبب، عرفنا أسباب كتيرة، هيعمل لي ألسر. ده معنى كلمة ألسر، سواء هي بقى gastric ألسر whatever، أي حتة الإبيثيليوم يقع فيها بنسميها ألسر. طيب بعدين، بعدين احنا يعني عارفين ان السكن او الطبقات اللي بتغطي دي بيبقى وظيفتها ايه؟ لها وظائف كتير. احد الوظائف دي ان هي بتشتغل از جهاز مناعة اولي، يعني هي بتساعد في المناعة. بتساعد في المناعة ازاي؟ لان الطبقة دي بتحجب دخول اي بكتيريا. تمام، يبقى انا لما يبقى عندي الحتة دي كده مكشوفة يبقى البكتيريا تدخل بسهولة. فبالتالي انا بستخدم التترا سايكلين في ايه؟ انا مش بستخدم التترا سايكلين ان انا اعالج الهربس. الهربس ده فيروس، والتترا سايكلين ده انتي بايوتيك ضد البكتيريا. تمام، ومش بعالج الافتس التر لان الكوز بتاعها انكريل. امال بستخدم التترا سايكلين في ايه؟ بستخدمها از بروفلاكسز. يعني الكلمه هنا اللي عايزين نعرف احنا ليه بنستخدم التترا سايكلين في الماوث التريشن از بروفلاكسز. بروفلاكسز ده ايه؟ للبكتيريا اللي هتيجي تستغل الموقف وتدخل جوه الالسر. تمام، so it prevents the secondary bacterial infection. تمام، بتشتغل ازاي بقى؟ او البيشنت بياخدها ازاي؟ بنقول للبيشنت يجيب كبسولة من التتراسايكلين. تمام، ويحط الكبسولة دي في كوباية مية ويدوبها في كوباية مية، وبعد كده يشرب المية دي، مش هيشربها، هيخليها في بقه يعني كأنه بيتمضمض بيها. خلاص، هيسيبها 2 to 3 minutes وهيكرر العملية دي لمدة ايه؟ لمدة 3 مرات في اليوم، 2 to 3 minutes 3 times per day. تمام، وبعد كده طبعا مش هيبلع المية دي، لا هيتخلص منها. خلاص، هيتخلص من المية دي. طيب في سايد افكت، يعني هو انا دلوقتي ليه عملت كل القصة دي؟ ايه الهدف؟ الهدف ان اقتل اي بكتيريا، يعني اقتل اي بكتيريا بتحاول تستغل الالسريشن اللي عندي ده. طيب وانا بقتل البكتيريا دي للأسف بقتل كمان إيه؟ إيه كومنسلز أو بكتيريا الفلورا إيه كانت كويسة، يعني بكتيريا الفلورا برضو كانت جزء من الجهاز المناعي وبتساعدني إنها تقضي على أي إيه ميكروبات يعني unhealthy، أو أي ميكروبات بتعمل diseases. خلاص، فبقتل البكتيريا الجيدة، the good bacteria، the flora and the إيه الفلورا بتاعتي. كنا عرفنا قبل كده مصطلح اسمه كومنسل. الكومنسل دي هي مخلوقات ايه؟ بتتعايش مع بتتعايش جوه جسم الانسان وما بتعملش اذى، الا بقى لو الـ ايه لو راحت مكان تاني. يعني هي مثلا متعوده تبقى في الماوث، لو راحت الهورت تعمل مشكله، لو راحت هي متعوده تكون في الانتستن، لو راحت بره الانتستن بتعمل مشكله، وهكذا. طيب في عندنا برضو احد هذه الكومنسز حاجه اسمها opportunistic infections. ايه الopportunistic infections؟ هي infections مستغله. opportunistic مستغله، بتستغل ايه بقى؟ طول ما الانسان مناعته كويسه ما بتعملش حاجه. لما الانسان مناعته تضعف، ما هو دلوقتي مناعته ضعفت لان انا قتلت البكتيريا الكويسه اللي كانت جزء من المناعه. لما الانسان مناعته تضعف تيجي الفنجاي دي، هي طبعا opportunistic infection زي ايه؟ زي الفنجاي اللي هي يعني فطريات. اشهر فنجاي ممكن اتكلم عنها ايه؟ اللي هي الكانديدا البيكنز. خلاص، الكانديدا البيكنز دي بقى هتعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها اورال ثراش. يبقى عايزين نفهم القصه تاني كده بالراحه. انا عندي ألسر، الألسر دي هتيجي بكتيريا شريره تستغلها، فبدي انتي بايوتيك يقتل البكتيريا الشريره دي، وهو بيقتل البكتيريا الشريره هيقتل البكتيريا الكويسه. خلاص، دي بكتيريا كويسه، اتس سمايلي فيس، this bacteria is bad، هيقتل البكتيريا الوحشة والكويسة. لما يقتل البكتيريا الكويسة هتيجي فنجاي كانت عايشة جوه جسم الإنسان وما بتعملوش حاجة، تلاقي إن البوليس اللي هو البكتيريا الكويسة مش موجود، فتبتدي تستغل الموقف. تستغل الموقف تعمل له إيه؟ تعمل له oral thrush. كلمة oral thrush اللي هو إيه؟ infection by candida albicans. ألاقي العيان بعد ما كان جاي لي بيشتكي لي بالألسر دي، بس بقى جاي لي يشتكي لي
ان بقه كله بقى لونه ابيض. ليه؟ لان الكانديدا البكنزوع الفطري ده لما بيعشش وبيتكاثر في البق بيخلي لونه ايه؟ ابيض. حتى الطنك يعني لو خليت العين يطلع لسانه هنلاقي ان لونه ابيض. بما ان السبيكترم بتاعي ضد اغلب الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف وهو برود سبيكترم، يبقى ممكن استخدمه في اليو تي اي اللي هي عدوى اليورينري تراكت، اللي هي في اليوريترز وفي البلادر، تمام. وممكن استخدمه ضد الريسبيراتوري تراكت انفكشن، الار تي اي ريسبيراتوري تراكت انفكشن. وغير ان هو اصلا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، فممكن استخدمه في الحاجتين دول. انا اصلا بشتغل ضد المايكوبلازما اللي هي بتعمل نيومونيا، اللي هي ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ففي سببين يخليني استخدمه ايه في الريسبيراتوري تراكت انفكشن. ده على فكره ده الانتيبيوتيك اوف تشويس، يعني ده اصلا احسن حاجه استخدمها ضد المايكوبلازما نيومونيا، تمام. بستخدمه برضو توبيكالي، سوري توبيكالي، في الاي انفكشنز، these are the eyes، في الاي انفكشنز وفي السكن انفكشنز، تمام. بستخدمه في الاي والسكن انفكشنز. بستخدمه كمان في حاجه اسمها كوليرا. كوليرا، الكوليرا ده اللي هو وباء الكوليرا، دي حاجه برضو بتعمل دايريا بس مش زي الامابيك ديزنتري. يعني الامابيك ديزنتري دي بلادي دايريا، هنا الكوليرا بتعمل حاجه اسمها ووتري دايريا، خلاص. يعني الانسان الدايريا بتاعته ايه؟ بتبقى ووتري كده، كانوا بيقولوا زي ميه الرز، تمام. These are the uses of tetracyclines. عايزين نعرف بقى البوينت الاخيره، الادفيرس افكتس.